أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دورة تعليم برنامج أكسل. في هذه المحاضرة راح نشرح دالة مهمة من دوال برنامج أكسل اللي هي دالة إف الشرطية. طبعا دالة إف أغلب المتعلمين على برنامج أكسل لديهم خوف شديد ومبالغ به حول دالة إف. طبعا دالة إف هي دالة سهلة وبسيطة، ولكن حتى نفهمها يجب أن نعرف فكرتها. فكرة الدالة، شلون تعمل هذه الدالة وشوكت نستخدمها، وأنا إن شاء الله راح في هذه المحاضرة راح أخصص جزء كامل لفهم هذه الدالة بشكل نظري. طبعا راح أشرحها بشكل نظري مع أمثلة نظرية، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة المحاضرة التاسعة راح أشرحها بشكل عملي مع تطبيقات لهذه الدالة، وإن شاء الله في المحاضرات اللاحقة راح ناخذ تطبيقات عملية واقعية على هذه الدالة، دالة F، حتى الفهم يكون سهل وجيد. الدالة F هي من الدوال الشرطية. حتى تعمل هذه الدالة بشكل صحيح لابد من أن نملأ محتوياتها بشكل صحيح. محتويات هذه الدالة ثلاثة محتويات. أول محتوى اللي هو الشرط، اللي هو شرط الدالة. المحتوى الثاني اللي هو في حال تحقق الشرط أو نتيجة تحقق الشرط، نتيجة تحقق الشرط. أما المحتوى الثالث اللي هو نتيجة عدم تحقق الشرط. يعني عندنا الدالة F هي دالة شرطية ولديها ثلاثة مكونات. المكون الأول اللي هو الشرط، والمكون الثاني اللي هو النتيجة في حال إنه الشرط تحقق، والمكون الثالث اللي هو النتيجة في حال عدم تحقق الشرط. نطبق هذا المثال بشكل نظري وبشكل مبسط. ناخذ هذه، نخليها هنا بالأسفل، ممكن إنه نصغر شوية العرض حتى نطبق هذه الدالة على الطالب. طبعا راح ناخذ مثال اللي هو نجاح الطالب، النجاح. وطبعا حتى الطالب ينجح لازم يشترط أن يقرأ، فإذا الشرط راح تكون القراءة، الشرط راح تكون القراءة. في حال أن الطالب لو فعلا هو قرأ، في حال أن الطالب لو قرأ الكتاب، يعني لو تحققت القراءة، تحقق الشرط، نتيجة تحقق الشرط أي نتيجة تحقق القراءة اللي هو الشرط هنا القراءة، نتيجة تحقق القراءة، فعلا إذا الطالب قرأ راح شبي ينجح أو راح يكون النجاح. وإذا الطالب لم يقرأ فأكيد راح يكون الرسوب. فإذا هنا عندنا حالة النجاح اللي هي حالة F، راح نطبق مكانها حالة النجاح. إذا أنه الطالب حتى ينجح لابد أنه يقرأ، طبعا الحالة هي النجاح. في حال أنه تمت القراءة الطالب راح ينجح، وفي حال أنه ما تمت القراءة، عدم تحقق الشرط اللي هو القراءة، الطالب راح يرسب. طبعا حتى نفهم الدالة أعطيكم طريقة، وهاي الطريقة طبعا كلش سهلة وكلش ضرورية، أنه حتى نطبق الدالة ناخذ الحالة اللي نريد نطبق عليها الدالة F ونفرض فرضية. هذه الفرضية على أساسها نضع الشرط ونضع تحقق هذا الشرط وعدم تحققه. ناخذ مثال، مثلا أنا في جامعة وردت أوزع زي للطلبة. طبعا حتى أوزع الزي، الحالة اللي هي الزي أو توزيع زي، الشرط أنه يعتمد على الجنس. إذا كان الجنس ذكر راح يحصل على بدلة رجالية، وإذا كان الجنس أنثى راح تحصل على بدلة نسائية. فراح أفرض فرضية، أخذ أنه الجنس، افرض فرضيه الجنس يا اما ذكر يا اما انثى. طبعا احنا ما عندنا غير اثنين، يا اما ذكر يا اما انثى. راح اخذ احد هذه الجنسين، مثلا راح افرض انه الجنس ذكر،
افرض انه جنس ذكر، اذا كانت جنس ذكر راح يحصل على بدلة رجالية اللي هو تحقق الشرط، اي انه فعلا هو جنس ذكر، تحقق الجنس الذكري. واذا ما تحقق طبعا هنا رجالية، واذا ما تحقق الشرط يعني انه جنس انثى وليس ذكر راح تحصل على بدلة نسائية. وهكذا نفرض فرضيات على كل حالة نريد نجرى عليها الدالة F، وبالتالي نملأ مكونات الدالة F من هذه الفرضية وراح تطلع عندنا نتيجة بشكل مباشر. طبعا راح نطبق هذين المثالين في برنامج اكسل، وان شاء الله في المحاضرة القادمة راح ناخذ أمثلة عملية وواقعية بشكل أكثر حتى نفهم هذه الدالة. طبعا هنا أنا راح نقول انه اسم الطالب، هنا الجنس، هنا المنحة، اسم الطالب علي محمد مثلا، باسم، فاطمة، زينب، كاظم. الجنس علي راح يكون ذكر، محمد ذكر، باسم ذكر، فاطمة أنثى، زينب راح تكون أنثى، كاظم راح يكون ذكر. المنحة أريد البرنامج يحسب لي المنحة بشكل مباشر للطلبة من خلال الدالة F. طبعا أحدد الخلية الأولى اللي أريد أمنحها لعلي بالمنحة، وأروح على صيغ منطقي وأختار دالة F. عندنا ثلاثة مكونات اللي هو شرط ونتيجة تحقق الشرط ونتيجة عدم تحقق الشرط. الشرط راح يكون انه اذا كانت جنس الخاص بعلي، طبعا انا مو اريد انطي المنحة لعلي، اذا كانت جنس الخاص لعلي احدد الخلية اللي بيها الجنس الخاص بعلي يساوي، طبعا اذا اكتب ذكر هيك بشكل مباشر راح افرض فرضية انه جنس علي ذكر، راح افرض فرضية والبرنامج هو يتحقق لي من هاي الفرضية، راح افرض انه علي هو ذكر. إذا كان الجنس الخاص بعلي يساوي ذكر، راح إذا تحقق value of true تحقق الشرط راح يحصل على بدلة رجالية، وإذا لم يتحقق راح يحصل على بدلة نسائية. يعني إذا هو كان ذكر فعلا تحقق عد الشرط، إذا هو فعلا ذكر راح يحصل على بدلة رجالية، وإذا هو مو فعلا ذكر يعني مثلا أنثى لزينب راح تحصل على بدلة نسائية. طبعا هنا عندي خطأ راح يعطيني إيرور، إذا أجي أروح على موافق راح يعطيني خطأ. الخطأ هو شنو؟ طبعا حتى أبين لكم شنو هو الخطأ راح أعيد هاي العملية. أروح على منطقي وأختار F، شرط مالتي راح أفرض أنه ذكر، الجنس يساوي، طبعا ما اكتب ذكر بشكل مباشر، اضغط شفت وحرف طاء مرتين، شفت وحرف طاء وبين شفت وحرف طاء يعني علامتين اقتباس اكتب ذكر. يعني كلمة ذكر ما اكتبها بشكل مباشر، لابد ان اكتب شفت وحرف طاء اللي هو علامتين الاقتباس، وبعدها اذا هو فعلا ذكر راح يحصل على بدلة رجالية، واذا لا مثلا كانت فاطمة راح تحصل على بدلة نسائية. بعدها موافق، اضغط من خلال الزر هاندل وانزل الى الاسفل، راح انه جميع الذكور راح يحصلون على بدلات رجالية والاناث راح تحصل على بدلات نسائية. طبعا هذا مثال اولي، وان شاء الله في المحاضرة القادمة راح ناخذ امثلة اخرى نوضح بها الدالة F بشكل سهل حتى توصل الفكرة. نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.